ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أرجو الله كبر كبير الحمد لله في سبحان الله بكرة وأصيلة. هذه من أذكار الصلاة يعني أذكار الاستفتاح. أذكار الاستفتاح أكثر من 7 أذكار. أي ذكر الإنسان يقوله من هذه الأذكار يستفتح به الصلاة طيب، وإن كان أفضلها والعلم عند الله تبارك وتعالى ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اصلح خطاياي بالثلج والماء والبرد. والذي جاء في حديث عمر رضي الله عنه اللي هو سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، وجاء هذا الله أكبر كبير الحمد لله كذلك سبحان الله بكرة وأصيلة، وجاء غيره. فأذكار الصلاة بس وجهت وجهي لفنقال لا وجهت وجهي لفطر صلاة الحنيفة ومن المشكلة هذه في قيام الليل، هذه في قيام الليل نعم جاءت عن النبي في قيام الليل لا بعد التكبير، بعد التكبير في قيام الليل.